السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله طيبين، وكيف حالكم أحوالكم؟ معلش دخرنا عليكم وعدناكم أمس إنه حنجيب لكم بعض الناس اللي وقعوا ضحايا لتزوير المستندات وشبكات الاتجار بالبشر والدعارة وللآخر حاجات كثيرة. الواحد بيخلي الناس الشباب ديل هم يحكوا لكم، بس لا ناس تشير عشان البث يصل يا أخي، والشباب ديل يشوفوا لهم حل. زي ما قلنا لكم الموضوع ده احنا بنسكت فيه لحد ما الشباب ديل تشوف لهم يبين لهم دليل، أمورهم واقفة وما قادرين ينزلوا السودان. وليلة حيحكوا لكم بكل الحاصل، هم موجودين قدامي الآن. بعض الناس اللي وقعوا الضحايا طبعا امبارح انا للاسف لقيت في تعليقات ناس بيقولوا لا ده كذب ساكت، الكلام ده ما بيحصل. انا بخليكم تسمعوا منهم، وانا داير ناس السفاره يكونوا قاعدين هنا، وزيره الخارجيه ذاتها تكون قاعده هنا في البزه. خشوا لي ناس قالوا لي يا اخي الموضوع ده خلوه بتحت بيتم، لا ما يتم كده قدام الناس. الناس دي لهم واحد له سنتين، واحد له سنه وغيرهم. فيلا شير يا جماعه، هذول الشباب موجودين. شير تقيل يا شباب، يلا شير ديل الناس الضحايا لتزوير المستندات، وجابوا عليهم اللي هم في جزء منهم جاب عليهم نسوان، والمين بتسمع منهم انتوا بس يلا شيركم يا شباب. مريم الصادق وجيبوا الحكومة كلها عشان تعرفوا الناس المساكين ديل، و مفروض الحكومة تجيب في الموضوع ده، موضوع كبير، والتجار بالبشر ووكالات السفر. الواحد يقول بس ربنا ينتقم منهم. الدائرة تسافر بيسفروها، والدائرة تمشي بيسفروها، بيشيلوا لها جوازة، بيعملوا لها الإجراءات، وبتلقى نفسها سافرت بعد ذاك ضيعت لها كم شاب وضيعت لها كم واحد، حياته وقفت، ما قادر ينزل لأهل ولا قادر يتزوج ولا قادر يعمل حاجة. فيلا شير يا جماعة، شير هنديلهم الشباب. بسم الله السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. انا اخوكم محمد ابو عبد الخالق الحاج، اللي جو عليه ستة تاشيرات اللي هم اربع زوجات واثنين هم الزوجة. طيب قبل ما نبدا ذاته، يعني اي زول شاكك في اي معلومة، عندنا بلاغ مفتوح في السودان في قسم الصناعات بالرقم 169 تاريخ 3/3/2021 تحت المواد 178 123 21 22 113 122. في بلاغ مفتوح عنده عشان الناس اللي ما بتصدق الحاجة دي، انا ما عارف. بلاغ مفتوح في السودان. ما اعرف الصورة واضحة ليكم ولا مو واضحة. مادة 22 و 113 و 122 178 خمسة مواد. فيلا شير يا جماعة بالله، شير عشان تشوفوا الأسر اللي بيطلعوا بناتهم ما عارف انهم ماشيين وين، والناس بس بتمشي لبتاع الوكالة تقول له بس سفرني بأي طريقة، أنا داير أسافر بس، يعني ما عارفين هم بيسافروا كيف، ولا بيجوا على منو، ولا منو اللي بيضيع في النص. كمل. طبعا موضوع اخوي ده بدا بانه رخصه القياده انتهت، فمشى يجدد كالعاده، يعني مشى المرور فقالوا له يا دخل على ابشر، قالوا له يا اخي لازم مراجعه المرور. مشى المرور قالوا له عندك ملاحظه في اداره الوافدين لازم تمشي تراجعه. فالموضوع شنو؟ قالوا له احنا ما عارفين الملاحظة الظاهرة عندنا هنا، وتمشي الوافدين فالوافدين هيقوموا يفيدوك. فمشى راجع الوافدين، ففي الوافدين هنا قالوا له انت جبت والدتك زيارة والتأشيرة طوفت او التأشيرة انتهت وعليك غرامة وابعاد. فقال لهم انا والدتي موجودة في السودان، امشي اعمل برنت. مشى عمل برنت، التأشيرة كانت باسم واحدة اسمها وداد. ف
فقال لهم ويدات دي انا لا شفتها لا بعرفها لا سمعت بها قبل كده. فهو كان راجع يوم الاحد، انا ما بتذكر التاريخ، فصباح الاثنين ويدات دي كانت غادرت المملكه سافرت. فلما راجعوا يوم الاثنين ومشى عمل برنت، فقاموا ظهروا الخمسه الباقيين من الستة ديل، في خمسة منهم رجعوا السودان، وفي واحدة موجودة هنا اسمها لمياء. لمياء دي تواصلنا معاها فقالت حتدينا اسم الزول اللي جابها هنا بتأشيرة اللي هي مرة على حسب كلامها، وحتدينا اسم المكتب. وبعد ذاك تاني غيرت رايها وتهربت من الموضوع. فأخوي ده حاله وقف، أموره كلها واقفة، إيقاف خدمات، رخصة منتهية، إقامة منتهية، منع من السفر. فاضطريت أنا أخذنا توكيل من السفارة وسافرت السودان، فتحنا بلاغ في قسم الصناعات الخرطوم شارع الخور. رقم البلاغ هتلقوه في الصورة في بداية اللايف تفاصيله وتحت المواد وكده. وبدأنا رحلة البحث عنهم كلهم، اللي هي أول واحدة وداد، وداد جات القسم في التحري أثبتت إنه هي ما عندها علاقة بعبد الخالق، ورسل لها التأشيرة واحد اسمه الفاتح مقيم بالرياض، هنا عنده مكتب استقدام. طيب بيقول يا شباب يعني مشوا هناك، اللي هي أول واحدة اللي قبضها اسمها وداد دي، جاءت القسم وادلت باقوال قالت انه هي ما بتعرف عبد الخالق اللي هو ده الضحيه الجاد عليه. في واحد من الرياض هنا هو رسل لها التاشيره، عنده مكتب خدمات، من مكتب خدمات ومكتب استقدام، وجابها شغاله خدامه هنا وما كان مديها راتب، تفاصيل طويله هي موجوده في التحري. بعد وداد مشينا في واحدة اسمها أشجان مسافرة مع والدتها، ديل جو لأختهم هنا زيارة، اشتروا التأشيرة من مكتب اسمه الجزيرة في السوق العربي على حسب كلامهم ب4000 ريال. طيب سامعين الصوت يا شباب؟ في واحدة تانية اسمها أشجان دي اللي هي اشترت من مكتب اسمه الجزيرة، هي أمها، هي أمها مشوا لمكتب اسمه الجزيرة، طلع لهم الإقامات دي وجابهم، طلع لهم الزيارات. أشجان وأمها جابوا لأخوتهم هنا. واصل. بعد أشجان ووالدتها في واحدة اسمها ميناس، دي جات لزوجها الحقيقي اللي هو في الوقت داك مهنته ما بتسمح له ويستخدم زيارة. يعني من الأربع زوجات ديل المتزوجة واحدة بس فيهن اللي اسمها ميناس دي، وكلهن أي واحدة وصلنا ليها في التحري قالت إنه ما بتعرف أخوي ده لا من قريب لا من بعيد. ميناس دي اشتغل لها مكتب الميزاب في السوق العربي، واحد اسمه داود خلص لها إجراءاتها كامل وسلم الجواز مع التذكرة في المطار وسافرت هنا. طبعا ديل كلهم جو ورجعوا، ما عدا الباقي واحدة اللي هنا اسمها ليميا. في واحدة تانية برضو جات لأخوتها هنا اسمها سمر، دي برضو اشترت التأشيرة من واحد اسمه علي حسن. الإجراء تم في مكتب الغفران استخدام الخارجي السوق العربي شمال مصنع الثلج. فالبيانات كلها موجودة، هو اللي عاوز يتأكد من الموضوع إذا بيشكك في أي شيء قسم الصناعات الخرطوم شارع الخور، رقم البلاغ 169 بتاريخ 3/3/2021. فبعد ذاك إحنا في السودان قبضنا 13 نفر بخصوص الموضوع ده. بدأ وكيل النيابة في القضية وما كمل 10 يوم 11 يوم وتم تحويله
وبعد ذاك يتحجز الملف، ملف القضية لمدة 8 أو 9 أيام، وبعد ذاك أفرجوا عنهم كلهم بكفالة مالية وضمان شخصي، والموضوع بقى ماشي سنة سنة يعني، إلا نجري هنا ونجري هنا ونجري هنا ونجري هنا. فجانا إحساس إنه الموضوع ده عاوزين ينهوه على كده من غير إحنا ما نصل لحقيقة، أو من غير ما نصل للناس العمل زوروا في التأشيرات وزوروا القسايم و و و إلى آخره. أنا قعدت في السودان خلصت الأمور دي كلها وجيت راجع هنا، وبرضو تواصلت مع أشخاص، تواصلت مع مدير جهاز المغتربين الأستاذ مكين حامد إيراب، ووعد بأنه يحل الموضوع، وفعلا حول لنا الموضوع لسعادة القنصل أنور في السفارة، وتواصلنا معه ويومي قاعد في مكتبه، ووعد برضه مشكور إنه بيحل الموضوع، ولكن في النهاية كلها وعود بس، لا تسمن ولا تغني من جوع، كلام معسول، لكن ما في حل ولا في جدية في الموضوع. في الآخر يطلع معاك واحد من ناس السفارة وأخلاقه في نخرته، ولا داري حل ولا داري يربط. فنحن الشباب دير متأزمين متأزمين جدا، ونحن طرقنا باب العدالة والقانون لين أكثر من 7 أو 8 شهور والمحصلة صفر. فنحن ما عارفين نعمل شنو ولا نرجع لمنو تاني. الأشخاص العملوا وزوروا وسووا، في واحد تاني اسمه سيف برضه موجود هنا في الرياض عنده مكتب، ده هو برضه بيرسل التأشيرات في السودان بتاع المكتب، بيخلص باقي الأمور. تمت مخاطبات هناك للسفارة أو القنصلية هناك في الخرطوم، على سن يمدونا بالتأشيرات وداخلة عن طريقات مكتب، ويصلوا للمكاتب ديل عشان يحاكمون، وبرضه ما في رد. كل يومين ثلاثة حنرسل وما حيرد، وما في رد، حنرسل وحنعمل وحنسوي، وفي النهاية الموضوع دارين يطفو. احنا الموضوع ده ما بيهمنا انه الشباب ده يصلوا لي شنو ولا دايرين شنو، هم احنا دايرين نصل للناس الزوروا بدم بارد، هم هنا المال فقط، بغض النظر عن حصل للشباب ده شنو من ورا الكلام ده. ما في اي احساس، ما في اي آدمية إنسانية في الموضوع ده. الواحد يشيل قروش يخطها في جيبه ويعيش على كده. فالشباب اللي هنا ديل متأزمين، وما أخوي براو، في شباب كتار حال واقف حال يغني عن السؤال. وبهناك الواحد بيشيل قروش بيطبق قروش في جيبه وعايش، حتى في الحراسة ذاته فكون. فأنا بخلي أخونا على الدين برضه يحكي ليهم حصل معه كله بمستنداته، لغاية ما نحن نشوف آخر القانون شنو. وإن شاء الله غاية ما نحن نتمنى إنه يكون فيه قانون وفيه إنصاف، أقل شيء الناس تزوروا يقيفوا عند حدهم وياخدوا جزاهم، بغض النظر عن الضرر اللي وصل لأخوي والمعاود هيل، لقوا حاجة ما لقوا حاجة ما إشكالية، أهم شيء إنه الناس دي يقيفوا عند حدهم هم واللي بيسندهم، وما يضروا بني آدم تاني. وإن شاء الله غاية الفي والخير يقدم ربنا إن شاء الله. تفضل يا أهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نشكر أستاذنا محمد سيد على هذه المتابعة الجميلة. والله نحن يا شباب لينا سنة الليلة وستة شهور انطرت في الموضوع ده، مشينا السفارة يوم 7/3/2020، جاتني رسالة انه تم انتهاء الزيارة، راجعت الجوازات ويا اخت رجع الوافدين، راجعت الوافدين قال لي عليه 15,000 ريال ويبعاد. طيب يا اخوان انا ما عندي زوجة هنا ولا زوجتي في السودان وعندها اطفال، دي ما زوجتي. قال لي احنا بنعرف كلام زي ده، تجيب لنا اخطاب من السفارة، رجعت السفارة
السفارة اداني خطاب وراجعتهم تاني، قال لي لا السفارة تتدخل في الموضوع، السفارة موضوعك في السفارة. راجعت السفارة كان القنصل عمر، دي كان الخطاب حقه، كان إبراهيم عمر صديق القنصل. رجعت له القنصل منو؟ إبراهيم عمر صديق. رجعت له وقلت له يا أخي الخطاب ده نازل والموضوع ده فيه دوكومنت. قال لي والله ما بنقدر نراجع في شؤون مالية وكلام زي ده. قلت له يا أخي أنا ما عايز منك فلوس ولا عايز منك أي حاجة، جيب لي الموضوع ده من السفارة من السودان، السفارة السعودية بالسودان تديني خطاب إنه فعلا تم تزوير الزيارة. قال لي خلاص بتابعك بازر، امشي معاك الوافدين. مشيت الوافدين الساعة 7 صباحا، منتظر بازر للساعة 1 الظهر ما جاني. جات كورونا وقفت الحركة، بقينا منتظرين. لما انتهت كورونا تاني رجعت لهم، يا ناس يا اخي والله دار اسافر، اهلي عندي ولادي في السودان ما قادر اسافر. قال لي والله احنا ما في يدنا حاجة، لكن ان شاء الله الموضوع ده محلول، اديك شفاع مشفوع باليمين تمشي بيه الوافدين ان شاء الله. بازر بكره الساعة 7 بنتظرك. رجعت تاني الساعة 7 منتظر بازر، بدوق عليه وما برد علي، برسل له في الواتساب ما برد. اخر حاجه طالع السفاره قلت له يا بدر يا اخي والله، قال لي يا اخي تدفع الغرامه. قلت له كيف ادفع الغرامه؟ انا ذنبي شنو ادفع لي غرامه اللي مره انا ما بعرف. دفعوك ال 15؟ 15,000 ريال. تدفع 15,000 ريال؟ قلت طيب ادفع 15,000 ريال واسافر اهلي؟ باي ذنب؟ ما بسافر انا. مشيت الوافدين رجعت لهم، قلت يا اخوانا والله المره دي ما بعرف ولا عندي في اي علاقه، فتحت فيها بلاغ في السودان. وكلت واحد في السودان مشى فتح بلاغ في قسم القضاري. ده البلاغ حقه بلاغ رقم 25. روينا اها، جينا جابوا لي رقمه من نبوه ودقيت عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت لي على الدين، قلت لها قلت لي يا اخي والله الموضوع ده اول كلمه معي، قلت لي يا اخي الموضوع ده وانت ما عارفاه وهسه من كلموني والله جاني وجع راس وما قادر هنا. قلت لها يا اخي تعالي انت وين وريني مكانك، تعال نتفاهم في الموضوع ده نحله. وانا بحيد لك الموضوع كده عادي، بسوي في الجوالات بقول لهم كان زوجات الزولة دي وحصلت مشكلة بيناتنا ونحلها عشان تسافري هذيك وتحليني من المشكلة. قالت لي يا زول خلاص ما في مشكلة. طيب الزيارة اللي جايبة لك منه؟ قالت لي الزيارة اللي جايبة لي واحد والله اشتريتها منه ب 8000 ريال. طيب المكتب بتعرفيه؟ قالت لي والله المكتب ما بعرف، معي واحدة جاية تسافر لكن تأخرت وكان بنتصل عليه وتليفون بيجينا برا، جاب لي الجواز ده جاب لي تذكرة وشال مني 8000 ريال وسافرت. قال لي لما تجي هنا السعودية ما عندك شغلة مع كفيل، ما عندك شغلة مع زول. أول من تقنع من السعودية طوالي تمشي وين؟ الوافدين بالسافر. قلت له والله يا أخي تعال عسى ما في طريقة السفر، ما في طريقة أي حاجة. أنا فاتح فيك بلاغ كان هنا كان في السودان بمسكي، تعال خلينا نحل الموضوع ده هنا. قلت له خلاص بكرة بجي. بكرة انتظرتها، بعد بكرة قامت قفرت مني تلفون، عندها تسجيلات عندها كل حاجة موجودة. ودي صورتها عزيزة، تعال الصورة دي عزيزة اسمها عزيزة من بنات القضاري. والله الموضوع ده لو سنة عسنا قاعد هنا ده سنة ما قادر اسافر اهلنا. يعني عندي اطفالنا ولا بنتي وضع شفتها ما يوم واحد ما شفتها. بنتك؟ هاي بنتي. انا عسنا قادر اسافر اهلي ما قادر اسافر اهلي، لو حصلت اي حاجة حصلت ظروف انا ما قادر اسافر بسبب المرض. يعني عسنا لو ما في مشكلة 15000 ريال بدفع له 15000 ريال بسدد لك، كان مشكلة في الإبعاد. أنا ناس يعمل لي إبعاد بذنب هاي شنو؟ ما عندي ذنب، بالله لو بيتعالج بالقروش المشكلة عادي ما في مشكلة. المشكلة ما بتتعالج بالقروش. نحن دارين حكومتنا تقف معانا. وبأبسط حاجة السفارة بس. نحن موضوعنا في يد السفارة، لكن السفارة لا حيال من تنادي. تمشي السفارة تبوك خطاب يبوك ب 220 ريال، تمشي تعمل لك توكيل. تصدق الخطاب وتطلع. طيب نحن ذنبنا شنو؟ نحن ندفع كل يوم 220 ريال. الموضوع بدون فايدة. نحن رسالتنا بس الحكومة توجه لنا السفارة تدينا خطابات تمشي معانا الوافدين، تشيل لنا المخالفات دي وتشيل لنا الإبعاد، وجزاكم الله خير. في إضافة يا مهندس طيب هم الدور خطاب من هنا يعني. طيب في ثاني إضافة برضو قبل أنا ما أعقب شوية وبعد ذاك الإضافة طبعا هي اللي عملت المشكلة اللي بسببها يعني أخوي عرف الموضوع ده اللي اسمه وداد دي سافرت. فللأسف الشديد هي وصلت السفارة، سفارتنا هنا في الرياض، ودوها خطاب يعني ما كلفوا نفسهم أقل شيء يعرفوا هي انت جاية ومزوجة
وتأشيرتك طوفت، أجابك منه أقل شيء يعني سؤال بسيط أجابك منه عشان يقدروا يوصلوا ليه ويشوفوا الموضوع شنو ولا القصة شنو. أدوها خطابة وحولوها الوافدين، ده بس ده شغلهم كله يعني وللأسف الشديد يعني الخطاب يطلع من السفارة السودانية بالرياض، خطاب يعني مرة جاية لأم زوجة والتأشيرة طوفت، أقل شيء سألوها أنت جيت بنتك وينه راجلة وينه، ما في، أدوها الخطاب وحولوها الوافدين يعني. والمرة دي طبعا يعني لما مشت هناك وسألوها الزول الجابة هنا ده قال لها أنت لو قلتي الجابك فلان الفلاني اللي هو ما حيخلوك تسافري، لما انتصل هناك قولي أنا ما عارفه. وهي طبعا ما عارفة شيء على حسب الكلام هناك، قالت أنا ما كنت عارفة شيء. فلما مشت هناك جابك منه قالت أنا ما عارفة أي حاجة، ما عارفة جابني منه، قعدت تتبقى اليوم في الوافدين هناك، فدخلوا السيستم لقوا جاي على إقامة أخوي. فهي زادة بتحكي بين نفسها، قالت العسكري قال لي الجمه ده عبد الخالق ده قفل له خدماته وقف له أي شيء. فقالت يعني لما رجعت للزول الجابة اللي هو اسمه الفاتح ده، فقام قالت له يا أخي عبد الخالق ده إحنا سببنا له بمشكلة، قال لي يا خليه ياكل ناره كفيله بيدفع له بكل برود. يعني للأسف الشديد يعني الواحد ده الزول الجاب الحقيقي يعني رسل له تأشيرة وجابه شغالة هنا. فلما انت تقول له يا اخي عبد الخالق ده احنا تسببنا له بمشكلة، انا سامع العسكري بيقول اعمل له كده اعمل له غرامة كده وقفل له خدماته، وتجي تحكي له بكل دم بارد يقول له خليه ياكل ناره ما بيدفع من جيبه كفيله بيدفع له، ده اللي اسمه الفاتح. يعني انا ما عارف احنا السودانيين دي الحاصل شنو يعني ليه في شنو. طيب انت قلت بعد ما قبضوهم فكوهم بعد ذاك، هم هسه طبعا مفكوكين من ضمانات لكن في اي لحظه بيجيبون، يعني الموضوع هناك يعني باقي يخش محكمه بس. اوكي يعني هو اصلا اذا خش محكمه هناك وحكم القاضي بانه ببراءته اصلا كلهم معترفين انه هم لا شافوا عبد الخالق ولا بيعرفوه ولا اي شيء، فبيقى هناك بس باقي محكمة على سن الموضوع يخلص إن شاء الله. وهنا برضه احنا دايرين التحرك من هنا من سفارتنا هنا، الشباب الشغالين في السفارة، الواحد يقول لك تعالي الوافدين الساعة 7 وما يرد لك تلفون للساعة 3 الظهر، ليه شنو؟ وشغال عشان منهم بيمشي الوافدين عشان منهم ما عشان يحل مشاكل الناس زي. الواحد يقول لك تعالي يوم الاثنين يوم تيجي يوم الاثنين وتضرب ليه ويرد لك اخر اليوم يقول لك والله معلش انا ما مشيت تعال لي بكره، وهو انت ماشي عشان منو اصلا؟ ماشي عشان منو؟ ما ماشي عشان الناس زين، راتبك اللي انت قاعد تاخده ده قاعد يدفعوا لك الناس زين، وبعد ده كله في مشاكلهم بكل برود تقول انا ما مشيت وانا ما جاي ويضربوا لك تكنسل الخط، ليه انت قايل نفسك شنو ذاته انت؟ فغايته غايته ربنا يصلح الحال بس. احنا في الاول وفي الاخر بنطالب سفارتنا في الرياض تتبنى الموضوع ده بشكل جدي وسريع عشان الموضوع ده يتحلى والشباب ديل يشوفوا احوالهم بعد ده. كفايه كده كفايه، الناس دي فترت الواحد ليه سنتين ما يسافر ليه؟ عشان شنو؟ ذنبه شنو؟ عشان واحد يخط له 4000 في جيبه ويورط له 500 نفر؟ يعني احنا داري صاروا ليش ما بخافوا ربنا النازل؟ الواحد ما الضمير ده ما بأنبه؟ يا حاجة ذاته والله الواحد لسانه ذاته ما قادر يعبر ذاته، ليه؟ على شنو؟ وبعدين نشوف ان احنا في الاول وفي الاخر مشينا بالقانون، يعني النازل احنا بنعرفهم وصلنا ليهم، حقنا ده ما قادر ما غالبنا ذاته نقلعه بيدينا. لكن في النهاية احنا دارين الموضوع ده يجيب بالقانون عشان تاني ما يجي واحد زي ده يفكر يعمل حاجة زي دي، لما نشوف غيره يبقى له عظة وعبرة ما حيفكر مجرد تفكير انه يعمل حاجة زي دي. واحنا في النهاية دارين نصل لدولة القانون، اطلعوا عشان السودان كله الماتوا عشان الشهداء، يعني احنا دارين نصل للكلام ده، ما حتوصلونا للكلام ده. ان احنا الناس زين عارفين انهم وصلنا لهم من وكاله للزول السافر، قولوا بالواضح كده عشان زول يشيل حقه بيده ذاته بطنه ذاته تبرد، عشان وقت ما في قانون بحق بيدينا دي بيشيل حقنا، معروفين عارفين انه بياناتهم كلها وصلت ورانا في بيوتهم
ما علمنا ناخذ حقنا بيدنا. لكن في النهايه احنا دايرين دوله القانون اللي استشهدوا من اجل الشهداء دي الجو كان وزير ولا كان غيره جو على دم الشهداء دي يحققوا لنا المطالب دي بس يفقوا الناس زي بس تعال اقعدوا مع واحد بس خليه يحكي لك بس اذا ما حرك فيك حاجه قدم استغاثه وامشي خلي غيرك يجي دايرين بني ادمين بني ادم بس انسان بس انسان جيبوا حمار ذاته هيحس بمعاناة الناس زي لما يسمع من زول واحد. شكرا. طيب يا جماعه انتوا الان سمعتوا الواحد والله ما قادر يعقب على كلامه اللي قالوه يا اخي. ناس فعلا عايشين في ازمه حقيقيه. والناس زي يا اخي قبضوا البنات الجوع عليهم اللي هم زوجاتهم وكل البنات ديل اتقبضوا واتعرفوا وقدموهم وسكوهم هناك الموضوع ده مات. فكوهم بضمانه وما الموضوع ما مشى فيه محكمه ولحد الان محجوزين هنا ومغرمين ومبعدين. وناس الوكالات بيقولوا انه البنات الجو ديل جابوا الاوراق والمستندات، في ناس سالوا هنا قالوا المستندات دي جات كيف؟ في ناس هنا بيسالوا بيقولوا المستندات دي وصلت كيف؟ ده ذاته كان السؤال اللي بنساله نحن دايرين نعرف المستندات دي كيف وصلت للناس ديل؟ المستندات بتاعت الناس ديل، فديل يا جماعه مجموعه بتاع العصابه في السودان وهنا شغل منظم الناس ديل بشغل منظم والموضوع ده حتى ما بتجي فيه رسائل بخطوا ارقام هم يعني الموضوع ده فيه واسطات فيه ناس كبار شغالين فيه كويس فالموضوع ده ما مسؤوليتنا احنا ذاته يعني مسؤوليه الشباب ديل ما مسؤوليتهم هم يعني انتوا كيف والاسئله دي الناس ديل يا اخي مشوا يجددوا عشان ينزلوا لاهلهم وبلدهم مشوا يجددوا ينزلوا لاهلهم قالوا عليكم مخالفات مشوا لقوا عليهم الواحد عليه اربع زوجات واحده جايه عليه زوجه واحده جايه امرته واحده جايه عليه ذنبهم شنو يعني فهم مشوا وتوصلوا للناس زيل وطلعوا البيانات طبعا هنا ما زي السودان لو السودان ما كان بتلقى حاجه هنا طلعوا لك بياناتهم وصورهم كل حاجه مشوا قبضون في السودان فكهم ناس الوكاله يقولوا الناس زيل جابوا بيقولوا للبنات ديل هم اللي جابوا الورق كامل لنا طيب البنات ديل اذا جابوا الورق كامل لزياره يدوك 8000 عشان تدخل لهم بس الجوازات دي للسفاره هناك تصدق هل الكلام ده يعقل؟ فدي الحاجه الحاصله هناك قد يكون في ناس يا جماعه ضحايا احنا ما قلنا حاجه لكن الشباب ديل هنا حاله مجف يا الكلام ده برضه للناس السودانيين يا اختي ويا اخواتي ويا اهلي انتوا كلكم يا جماعه قبل ما تجوا هنا ما تجوا بطريقه غير رسميه ما تشيل جوازك وتقول لي يا اخي طلع لي زياره باي حاجه دار اصل وانا دي اختي دار اوديها السعوديه ما بقدر اجيبها صرف لي اللي بتاع الوكاله بيجيبها في اسم واحد وبيزور له مستند وبتجي هنا لكن بتضيع لها كم واحد وممكن هي ذاتها تضيع. فيا اخي الكلام ده مسؤوليه الحكومه الاولاد ديل حاله مجف يوقفوا شغلهم مشان يجروا من حته لحته. ها؟ المفروض تقيفوا معاهم والله وكلكم كل الناس المفروض تقيف في الموضوع ده وهسي الناس تشير يا اخي عشان البلد يصل للمسؤولين على الاقل. يعني انا شايف الناس بسيطين لو كان الموضوع ده فيه غنى وفيه فنان وفيه حاجات كان ممكن المشاهدات دي تكون بالالاف. انا داير الحاجه دي بس عشان تصل للمسؤولين. الواحد ذاته استقطع من حياته عشان يجي يشوف بعد ده قضايا نازل ومرضه ما بنسكت نحن ما بنسكت على السفاره مسؤوليه كبيره الناس اللي اتقبضوا ليه الناس لحد الان ما داري تشوفوا لهم حل ده ديل 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 ضحيتين من ضحايا ولسه الناس اللي رسلوا لي من جده انا ما فتحت الملفات ولا ورقهم الناس اللي من جده في الدمام في 8 وفي جده في جده ديل طبعا معروفين شغالين شنو أنا سكيلو 8 وحاجات كثيرة برضه رسلوا لي بيانات وصور وحاجات يشيب منها الراس رسمي. وفي ناس كثيرة بيقولوا يا أخي الكلام ده ما تقولوا في العام، لا نقولوا في العام. طيب نقولوا في الخاص لبتين الشباب ده ما كان شغالين في الخاص سنتين ولو سنة ما قادرين يصلوا للنتيجة. مسؤولية دي مسؤولية السفارة ونحن ما بنسكت على الموضوع ده ثاني. الشباب ده لازم يشوفوا لهم حل ولازم تجيبوا معاهم أنتم كلكم كسودانيين. يا امين انت بتقول الاوراق الثبوتيه هم ذاتهم بيسالوا اوراقنا دي وصلت كيف؟ بتاع الوكاله بيقول البنات الجوه جابوا الاوراق معاهم والبنات بيقولوا احنا اذا جبنا اوراق وجبنا مستندات جاهزه كيف نديك 8000؟ احنا بنديك الجوازات انت بتجيبها لنا مؤشره جاهزه ده السؤال المفروض تجاوب عليه المؤسسات بتاعتنا اللي بتمشي تشيل الشباب ده حقهم وجيزان واحد برضه جيزان وفي شباب يعني الموضوع ده كبير فبالله عليكم الله
يا اخي ما تمشوا لوكاله تقول لي يا اخي سفر لي اختي دي ولا سفر لي اخوي ولا دي امي دار تمشي ولا دي واحده دار تمشي لراجلها ولا دي دار تمشي لراجلها ما بيقدر يجيبها لانه عامل منزلي ولا بتاع بتجي عليه سمزول على بني ادم بتعيش ظروفنا. وفي واحدين مرقوا من السودان ما معروفين زادوا مرقوا من هنا ومشوا والشباب ده حالهم يقف خلاص. المهم ده كل الكلام. في تاني سؤال ولا حاجة موجهينه للشباب ديل؟ أنا عشان بنقفل اللايف ده بس والرسالة بفتكرة وصلت ما في حاجة تضاف. في أي سؤال؟ واحد بيقول عيد الموضوع أنا ما فاهم. أرجع من بداية اللايف بتفهم لأن الموضوع ما بتشرح بالسهل. الموضوع ببساطة شديدة. في ناس بيمرقوا من السودان بيجوا زيارات اللي هي زيارات عائلية بيجوا هنا بيمشي بتاع الوكالة بشيل جوازة بيجيبها على اسم أي واحد. لكن احنا بنسأل كيف تحصل المستند بيجيبها هنا ده تشتغل شنو عليه ربها. في واحدين بيشتغلوا دعارة في واحدين بيشتغلوا حاجات ما بخلوها ساكت بيشتغلوا هنا بعد ذلك بينزلوا 8000. أيوة 8000. قال انشر الصوره الجوازات. طيب انا ناشر في الصفحه دي بعض من الحاجات دي عشان كده برضو رساله لكل الشباب يا اخي عليك الله كل فتره امشي اعمل تشيك للشؤون الوافدين شوف عليك زول جا ولا جات عليك واحده ولا جات الموضوع ده بيقى كبير شديد. طيب سالتني انا ما شفت سؤالك يا اخوي. وضع مخجل لك التحية جزاكم الله خير. أنشر أصامي الناس أبشروا الرجاء أنا لك تاني. طيب ما شايف أنا عشان أحنا بنسكت إن شاء الله بإذن الله. يلا يا جماعة في أمان الله. لسه أنت مع نظام الدعارة ولا قال شنو؟ يلا يا جماعة مع السلامة. ما تنسوا عليك الله شير البزة عشان يصل للمسؤولين اللي قال لي حرك فيهم ساكن. كله بننشره لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.